مرحبا، معكم بيبر جامبك. اليوم بدي أبلش موضوع الاشتقاق أو الديفرينشيشن. وكبداية منبلش موضوع إيش؟ ميل المماس، slope of the tangent. التانجنت هو عبارة عن خط مستقيم يمس المنحنى في نقطة واحدة. كبداية خلينا ناخذ منحنى هذا الخط، المنحنى الأزرق هذا y يساوي f of x، وعندي نقطتين على هذا المنحنى x not f of x not not يعني اللي هي السبسكريبت هاي، و x f of x. طيب هذول النقطتين على المنحنى، إذا وصلنا بينهم بخط فهذا الخط له معادلة وله ميل. ما بدي اضعهم هلا، بس هي على الصيغة التالية y يساوي m في x زائد b. طيب اذا طبعا هاي النقطة عند ال x نوت والنقطة الثانية عند ال x، خلينا نثبت ال x نوت اللي هي بدنا نحسب عندها المماس، ونغير ال x بحيث تقترب بالتدريج الى ال x نوت، فهي عبارة عن نهاية اللي راح نحسبها هلا. طيب هاي الحالة الأولى، هلا اقتربت ال x من ال x نوت أكثر، فصارت النقطة هذه النقطة المتغيرة أقرب على ال x نوت، فصار الخط المستقيم تقريبا النقطتين صاروا تقريبا نفس النقطة، كمان شوي راح يصير نفس النقطة، والخط صار تقريبا يمس المنحنى ولا يقطعه في نقطتين، يمسه كأنه يمسه في نقطة واحدة تقريبا. وكل ما قربت الاكس على الاكس نوت كل ما كان هذا الخط اقرب الى الخط الذي نبتغيه، يعني اللي هو المماس، المماس اللي هو اللي يسمى التانجنت لاين، فهذا تقريبا هو التانجنت لاين. ومعادلته هي معادلة الخط المستقيم واي تساوي ام الميل، الميل اللي هو سلوب، أي سلوب هو الميل، فالميل ام تي في اكس زائد بي. طيب البي هي الثابت، هي مقطع محور الصادات، والام تي هي الميل. احنا كل الاشتقاق هو عبارة عن ايجاد ميل المماس الام تي هذه. طب كيف نلاقي؟ طب ما هذه الخط بمر، فهذا الخط بمر بنقطتين فإله ميل، الميل هو التالي اللي هو التغير في الصادات، التغير في السينات، صح؟ طبعا إذا على الرسمة حطيناها هذه، خلينا نحطها بأي لون نحط، نحطها باللون الأسود خليه. طيب هذا الفرق اللي هو إيش؟ x minus x not، وهذا الفرق اللي هو ايش؟ التغير في السينات، هذا التغير في الصادات اللي هو f of x minus f of x not، f of x minus f of x not. طيب التغير في الصادات على التغير في السينات، او الفرق في الصادات على الفرق في السينات اللي هو هذا. طيب احنا بدنا النهاية لما الاكس هذه تقترب من الاكس نوت، فبنحط النهاية، يعني ما بدنا اي ميل عشان هاي النقطة متغيرة، ممكن تكون هون ممكن تكون هون، احنا بدنا اياها تقترب وتقترب من هذه النقطة بحيث تصير تقريبا نفس النقطة ويطلع لنا المماس. طيب فهذا هو تعريف ميل المماس للاقتران عند وين؟ slope of the tangent at x نوت، يعني عند x نوت، يعني x نوت هي النقطة الثابتة. طيب خلينا نحاول نحسب خلينا قبل هيك أحكي هذه إيش ال x نوت إيش constant ثابتة بالنسبة لإيش؟ طبعا ثابتة with respect to بالنسبة إلى the limit، بالنسبة للنهاية، يعني احنا بالنهاية الاكس هي بتتغير والاكس نوت هي العدد الذي تقترب منه الاكس. خلينا ناخذ بعض الامثلة، هاي امثلة
في جميع هاي الأمثلة إيش؟ find the slope، أيوة في جميع هاي الأمثلة find the slope of the tangent line، أوجد ميل المماس. طبعا ميل الماس عند نقطة معينة at x نوت، وبدنا نحط الاكس نوت لجميع الأمثلة نفس العدد، يعني x نوت تساوي 2. ناخذ أول مثال، طبعا لازم نحدد الاقتران والنقطة، النقطة اللي هي x نوت وبدنا الاقتران. خلينا نحط الاقتران f of x، أول اقتران اللي هو ناخذ اقتران x تربيع. خلينا نطبق التعريف، احنا بدنا ميل المماس، بدنا نسميه M capital T زي هيك، ميل المماس. طيب slope of the tangent اللي هو الليمت النهاية، لما x تقترب من ايش؟ من x نوت اللي هي 2 بهي الحالة، هي التعريف x تقترب من x نوت، ال x نوت هي 2 في هاي الحالة. خلينا نحطها بالأحمر هون، وهي ال f of x، f of x ناقص f of x نوت، يعني منعوض x منعوض 2 x 2. f of x ناقص f of x نوت، طبعا x نوت اللي هي 2 على x سالب x نوت اللي هي 2. هلا ال f of x، ال f of x اللي هي x تربيع، يعني نحط هنا ايش؟ x تربيع، فليمت لما x تقترب من 2 لل x تربيع سالب f ل 2، يعني نحط 2 هنا 2 تربيع على x سالب 2. طب هذه تساوي الحالة اللي هي ايش؟ صفر على صفر، إذا عوضنا 2 2 تربيع ناقص 2 تربيع صفر، 2 سالب 2 اللي هي صفر، فهي حالة صفر على صفر. فلازم ايش؟ نحلل للعوامل إن استطعنا ذلك. فهي تحليل العوامل، هذا فرق بين مربعين، فا x سالب 2 x زائد 2 على x سالب 2. هاي عندي اختصار، هذه بتختصر مع هاي، فتساوي ايش؟ النهاية لما x تقترب من 2 لايش؟ لx زائد 2، واللي هي اذا عوضنا هذه كثيرات حدود، ممكن نعوض مباشرة عشانها متصلة، اذا عوضنا فبصير عندي 2 زائد 2 اللي هو يساوي 4. طيب نظبط هاي بس، هذا هو ميل المماس، هذا ايش؟ ميل المماس MT، ميل المماس وين؟ عند الاثنين. خلينا بس نوضح برسمة السريع، هاي رسمة، هاي الاقتران التربيعي، طيب وهاي الاثنين مثلا نعتبرها الاثنين هون، وهاي المماس. هذا المماس معادلته ايش راح تكون؟ واي تساوي، نحطه بالأخضر، واي تساوي 4
أربعة إكس زائد بي. الأربعة اللي هي الميل، ميل المماس. طيب طبعا هاي هذه اللي هي الإكس تربيع. ماشي، خلينا ناخذ مثال ثاني. هاي مثال ثاني، هاي اثنين. طبعا سلوب اوف ذا تانجنت لما الاقتران يكون اف اوف اكس يساوي واحد على اكس، هاي التعريف ليميت لما اكس تقترب من ايش، من اثنين. بجميع الامثلة حطينا اثنين للتبسيط يعني، عشان ما فرقت ايش العدد. خلينا نحط التعريف اللي هو f of x ناقص f of 2 على x minus 2. طيب اي نهاية لما x تقترب من 2، f of x اللي هي واحد على x، فهذه واحد على x. نحط قوس للبسط وقوس للمقام، هاي قوس عشان ما يصير اي اشكالية. سالب اف لاتنين، حطوا اتنين هون بصير واحد على اتنين. شو يساوي هاد؟ طبعا اذا عوضنا اتنين حطها هيك، هذه الحالة اللي هي ايش، صفر على صفر. طيب اذا حالة صفر على صفر معناته ايش؟ لازم نحلل. طبعا قبل ما نحلل بنجمع الكسور، خلينا نجمع الكسور هذه. فهاي النهاية لسه ما حسبنا النهاية. طبعا كيف نطرح نجمع الكسور؟ نوحد المقامات، فبنضرب فوق وتحت. الأولى ناقصها اتنين والثانية ناقصها اكس حتى يصيروا زي بعض، فبنضرب فوق وتحت بإيش، اتنين بالأولى، فبس عندي اتنين واتنين اكس سالب. هذه مضروب بإيش، في اكس، اكس واكس. طيب هذا ايش، هذا هو البسط. المقام هو ايش، اكس سالب اتنين. طيب هاي النهاية ليمت اكس تقترب من اتنين. طبعا بما انه المقام صار زي بعض، فاتنين سالب اكس، اتنين سالب اكس على، نحط المقام مرة واحدة. البسط اللي هو سوري، طبعا هذا البسط كامل. المقام هو اكس سالب اتنين على واحد، ممكن نكتبه، ممكن نقسم دائما على واحد، ما في مشكلة. السبب عشان نقدر ايش، عشان نتعامل مع كسور. فهلا بما اننا نتعامل مع كسور، القسمة هي عبارة عن ضرب في المقلوب. فالنهاية لاتنين سالب اكس على اتنين اكس ضرب ضرب واحد المقلوب، واحد على اكس سالب اتنين. طيب هلا هاي اكس سالب اتنين، هاي اتنين سالب اكس، الفرق بينهم هو عكس الإشارة معكوسة. خلينا نطلع السالب من الفوقانية، فبس عندي ايش، سالب اكس سالب اتنين، وتحت بكون عند اتنين اكس في اكس سالب اتنين. طبعا ضربنا بواحد وطلعنا الإشارة. طبعا عندي هون نسينا نحط ايش، النهاية، هاي النهاية اكس تقترب من ايش، من اتنين. شو يساوي هاد؟ النهاية لما اكس تقترب من اتنين، طبعا هذه وهذه بيختصروا، فهذا وهذا بيختصروا بدل واحد، فبصير عندي نهاية لسالب
واحد على، طبعا سالب على موجب هو سالب للكل الكسر، سالب واحد على 2x، وإذا عوضنا 2 سيعندي سالب واحد على 4، فهذا ميل المماس للاقتران واحد على اكس، اقتران واحد على اكس عند وين؟ عند التنين. خلينا نرسم رسم بس للتوضيح، هاي رسم للتوضيح. هاي الواحد على اكس. المماس عند التنين، على فرض انه التنين هون، بيكون شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. معادلة هذا الخط اللي هي ايش؟ اللي هي واي تساوي سالب واحد على 4 اكس زائد بي اللي هو مقطع محور الصدد. طبعا واضح انه الميل راح يكون سالب من الرسمة، بس قديش مقداره هي حسبناه بالنهاية. خلينا ناخذ مثال أخير، أو قبل المثال الأخير، التعريف اللي هو إيش؟ هاي التعريف f of x ناقص f of x نوت على x ناقص x نوت. طب احنا بدل ما ناخذ هاي x، ممكن اخذها x نوت زائد h، يعني هذه ال x ممكن اعتبرها x نوت زائد h، اذا الفرق بينهم اعتبرناه h. ف يعني نحكي هون تعريف مكافئ. ايوه، السبب انه هذا التعريف هو ممكن نستخدمه اكثر لما ندرس الاشتقاق، اللي هو الدرس اللي بعد هذا، equivalent definition. اللي هو ايش؟ هيها المشتق، ميل المماس يساوي اللي هو النهاية لما h تروح للصفر، ل f لل x نوت زائد h ناقص f لل x نوت على ال h. هذا التعريف مكافئ. فطبعا الرسمة بتوضح، الرسمة على السريع وهاي خط، مقطع في نقطتين، هاي النقطة، هاي نقطة، هاي اكس نوت، هاي اكس نوت زائد ايش؟ اتش. الفرق بينهم اتش، وهاي النقطة اللي هي اكس نوت اف للاكس نوت، والنقطة الثانية هي اكس نوت زائد اتش، و اف للاكس نوت زائد h. بصير يعني تعريف مكافئ راح يكون.
طيب، وطبعا الفرق في الصادات على الفرق في السينات. الفرق في السينات اللي هو الفرق هذا اللي هو اتش، يعني هذه النقطة ظلتها متغيرة. من قبل كنا مسمينها اكس، هلا صارت اكس نوت زائد التغير، الفرق يعني بين في المسافة بين النقطتين. خلينا نطبق هذا التعريف على مثالين آخرين. فهي example، find the slope of the tangent at x not equal مثلا. خلينا نفس المثال اللي هو 2 في 2. خلينا نطبق التعريف. فام تي شو تساوي؟ النهاية لما اكس تقترب من 2 ل اف الاثنين زائد اتش، عشان اكس نوت هي 2، فاثنين زائد اتش ناقص اف لاثنين على اتش. طبعا أخطأنا هنا، هذه اتش تقترب من الصفر، يعني مش اكس تقترب من 2، مش انه هاي تقترب من هاي، لا المسافة بينهم تقترب من الصفر، اللي هو مكافئ يعني مكافئ. طيب هذا شو يساوي؟ ليميت لما اتش طبعا خلينا ناخذ المثال. هلا هذا المثال ناقص، انه لازم نحط ايش؟ لازم نحط الاقتران. فاول اشي اي 1 اف اوف اكس ايكوال ناخذ اكس تربيع مرة ثانية. طبعا لازم يطلع نفس الجواب السابق المثال الاول. اي ام تي تساوي ايش؟ ليميت لما اتش تروح للصفر ل اف اوف 2 بلس اتش، يعني عوضه بدل اكس 2 بلس اتش، فبصير 2 زائد اتش تربيع ناقص عوضه 2، بصير 2 تربيع على ايش؟ على اتش. يساوي نهاية لما اتش تقترب من الصفر هذا فرق بين مربعين، مرة بضرب مرة بجمع ومرة بطرح. فاثنين زائد اتش زائد اثنين يعني جمعتهم، ومرة بطرح اثنين زائد اتش سالب اثنين على اتش. يساوي هذا النهاية لما اتش تقترب من الصفر 4 زائد اتش ضرب اثنين بتروح مع اثنين هنا هو صفر ضرب اتش على ايش؟ على اتش. الاتش بتروح مع الاتش هنا اللي هي 1، فبصير عندي ايش؟ نهاية لما اتش تقترب من الصفر ل 4 زائد اتش، اللي هو طاويت هذه كثيرات حدود او خطية حتى. فمنعوض صفر بصير عندي 4 زائد صفر اللي هو 4، اللي هو طبعا نفس الميل اللي حصلناه في اول مثال هنا 4 لنفس الاقتران، بس يعني بس طريقة الكتابة شوي مختلفة، ولكن التعريف مكافئ فلازم يطلع معنا نفس الجواب. طب خلينا ناخذ مثال ثاني مختلف عن جميع الأمثلة اللي أخذناها سابقا. هي 2 اللي هو f of x
يساوي ايش؟ جذر الاكس. طبعا الام تي اللي هو ميل المماس شو يساوي؟ نهاية لما اكس لما استثنى على التعريف القديم ماشي، اتش تقترب من الصفر. طب هذا التعريف الجديد، اف لاتنين زائد اتش، يعني بنحط بدل اكس اتنين زائد اتش ناقص اف لاتنين، يعني بدل اكس اتنين على اتش. طبعا هذه النهاية اللي هي كمان إذا عوضنا الصفر هون بيطلع الجواب الفوقاني صفر والتحت صفر، فرح نضطر وعندنا جذور، يعني هذه رح تطلع معي الصفر على صفر، فعندنا جذور، فأفضل طريقة اللي هو إيش؟ هو الطريقة اللي نعرفها اللي هي الضرب بالمرافق، فاتنين زائد اتش سالب جذر اتنين. نضرب بالمرافق، نضرب بجذر اتنين زائد اتش، هذه ال A وهي ال B، الإشارة سالب بدنا الإشارة تصير موجب، جذر الاتنين، وإذا ضربنا قسمنا عشان ما نغير العبارة، فهذه طبعا هذا ممكن نكتبه على واحد بما نتعامل مع كسور الآن. هذا شو يساوي؟ هاي النهاية لما اتش تقترب من الصفر. طبعا فرق بين مربعين معناته التربيع الأول سالب التربيع الثاني، فبصير عندي جذر الاتنين زائد اتش تربيع سالب جذر الاتنين تربيع. هذا لما ضربنا البسط مباشر ما في داعي للضرب بتفاصيله، هون تحت واحد ضرب هاي اللي هي نفسها، ف اللي هي جذر اتنين زائد اتش زائد جذر اتنين، اي النهاية لما اتش تقترب من الصفر الجذر بروح مع التربيع، فهذه ممكن نعمل زي هيك، الاثنين زائد اتش سالب كمان هون الجذر بروح مع التربيع، اثنين زائد اتش سالب اتنين بضل اتش فوق، ف مثلا اتش تقترب من الصفر فبصير عندي فوق بضل اتش تحت بضل ايش؟ طبعا نسينا احنا كان عندنا اتش هون نسيناها، مثلا فهذه اتش هذه اتش وهذا بكون في عندنا هون ايش؟ اتش وهي اتش، هي جذر اتنين زائد اتش زائد جذر اتنين. وهذا اختصار هي الاتش بدنا نخلص منها في المقام، وهيك خلصنا منها. هلا بدنا نحسب النهاية، إذا عوضنا الصفر هلا بصير طبعا هذه راحت واحد بالبسط، فواحد في البسط في المقام اتنين زائد صفر اللي هي جذر اتنين زائد هذه جذر اتنين، الاتش راحت فبصير واحد على اتنين جذر اتنين، هذه هي الـ MT. إذا رسمنا رسمة على السريع هنا للتوضيح، هاي الاكس هاي الواي هاي الجذر، خلينا نرسمها بالأزرق أفضل عشان نفس ما عملنا في السابق، وهي المماس عند نقطة معينة نفرض عند التنين احنا قلنا،
هاي الاثنين. طيب معادلة المماس هتكون ايش؟ واي تساوي واحد على اثنين في جذر الاثنين في اكس زائد بي. هاي معادلة المماس، هذا الميل اللي لقيناه. أيوه هذا. طب أظن أخذنا أمثلة كافية لحساب ميل المماس. هلا طبعا ليش عمتنا نحسب ميل المماس؟ ليش وجع الراس هذا؟ ميل المماس اللي هو المماس للمنحنى، اللي هو ميله هو ما يسمى المشتقة، المشتقة ده derivative. فهذا كل الدرس يعني للوصول إلى تعريف المشتقة. طبعا في المشتقة نشوف التعريف هنا. هذا التعريف اللي عادة يستخدم للمشتقة. الإكس نوت ما بنحط بدلها عدد، بنخليها زي ما هي، فبيطلع معي بيطلع معي الجواب يعتمد على الاكس نوت. يعني مو نعوض اثنين، يعني احنا بالامثله الجميع عوضنا بدل الاكس نوت اثنين، لا بنخليها زي ما هي اكس نوت. وبالتالي بيطلع عندي مشتقة الاقتران اللي هو الدرس اللاحق. والسبب انه عمال نحسب عن طريق النهايات انه بدنا نوصل لقوانين الاشتقاق او الديريفاتيف لوز. شكرا لاصغائكم والى اللقاء.